بسم الله الرحمن الرحيم. ميديكال هيلمنولوجي علم الديدان الطفيلية. طيب ميديكال هيلمنولوجي is the science concerned with the study of helminths or parasite worms. والعلم الذي يختص بدراسة الديدان متزوق multi cellular organism. helminths belong to two type two phyla. الهيلمنثس الديدان الطفيلية ديت لاتنين من الفيلا، اتنين من القبائل اللي هي فيلم بلاتي هيلمنسيس هي البلات ويرم المسطحة. include two classes، عندها two class، نوعين من الكلاس اللي هي السيستود اللي هي التاب وير الخيطية، الديدان الخيطية، وعادة بيكون البادي بتاعها بيكون فلات مسطح وسيجمنتد، بيكون مقسم إلى أقسام. والكلاس الثاني اللي هو التريمادود اللي هو الفلكس، body flattened leaf like and unsegmented، بتكون شكل الورد الورقة ورقة الشجر leaf like و unsegmented تكون غير مقسمة. الفيلم نيماتو هيلمنسيس اللي هي دي راوند وير الدائرية والاسطوانية، بتكون الانجاد الطويلة والسلندريكا الاسطوانية و unsegmented body. فيبقى هنا عندي الهيلمنسيس فيها تو فيلا، والفيلا الاول الفيلا الاول اول بتقسم لل two classes سيستود وتريماتود. التريماتود اللي هي الفلكس according to the site they inhabit there are four groups of flux، حسب مكان وجوده بيقسموا لأربع أقسام، واحدة blood flux اللي هي اللي في الدم، والانتستينال flux والليبر flux واللانج flux حسب في المعدة ولا في الكبد ولا الرئة ولا في الدم. حنبدأ بالأولى اللي هي blood flux دي اللي بالهارسي عادة. بالهارسيا مين سببها؟ الشستوسوما. نزرع كلام عام اولا نقول عن بالهارسيا او الشستوزوميزيس، عادة ايش يحصل؟ انسان مصاب بالهارسيا يجي يتبول مثلا على الماء ويطلع السيركاريا، يطلع الاكس بتاعت الشستوسوما او يتبرز او يتبول، بعدين تروح تلقى الغواقع تعيش فيها لحد ما تجيب الطور المعدي اللي هو الطور المعدي عنده هو السيركاريا. يروح لما يجي إنسان تاني يسبح في الماء أو يغسل ملابس أو يعمل أي شيء في داخل الماء، فهي تثقب الجلد وتدخل في داخل الجسم وتنتقل بالدم لحد ما تتطور بعد كده للإكس بتاعتها تجلس في الدم. فنقرأها بالتفصيل. ومن الناس المشاهير اللي هم حصل لهم بالهارسيازيس أو الشستوزوميزيس عندنا الفنان عبد الحليم حافظ. This flux that received mainly in the blood vessels of various organs، بتمشي في الأوعية الدموية، هي بتقعد وين؟ في الأوعية الدموية في الأوردة. And the schistosoma are the commonest flux in our country، أكثر واحدة من الفلكس من الديدان اللي بتيجي في الدم هي عندي الشستوسوما حقت البلهارسي الشستوسوما. الأدل باراسايت ويرمز مجر 1 to 2 سنتيمتر لونج، بيكون طوله 1 ل 2 سنتي. الميل ويرمز ريزيمبل رولد ليف and the female is longer and more cylinder. الميل يشبه الرولد ليف، والفيميل تكون أطول من الميل وتكون أضعف منه، طويل وضعيفة الفيميل. النورمال لايف سبان للبلهارسي دي شوفها والشستوسوما 3 إلى 5 سنة، بس أحيانا تجلس لمدة 30 سنة في جسم الإنسان. الشستوسوميزيس أو البلهارسيزيس، الشستوسوميزيس أونلي فلكس ويز سيبريت سكسز، الفلكس الوحيدة اللي عندها ميل وفيميل، ما هي المفروضات عندها تو سكسس في نوعين من الجنس. الفيميل ورم لاي ان ذا جاينوفوريال كنال اوف ذا ميل، الفيميل بتجلس في الغنه بتاعت الميل، تدي يعني دي لسه كده ملتصقين مع بعض. الادلت ميل في السوما سبيشيز ذا الادلت ميل منها في الغنه بتاعته موجوده الفيميل بيشيلها جواه. ذير ار فايف ميديكال امبورتنت سبيشيز، عندنا 5 انواع مهمه من الشستوسوما. عندي الهيماتوبيوم، هيماتوبيوم دي فيها هيماتوريا دي اللي هي بتاعت اليورين، عشان كده بتعمل هيماتوريا يورينري شيستوزوميزيس، بخلي البول بيكون فيه دم. سوما هيماتوبيوم يورينري شيستوزوميزيس. وشيستوسوما مانسوناي وجابانيكوم، الجابان دي بتاعت الجابان، والمان حقت الرجل مانسوناي والجابانية دي، والانتر سكالدا، والشيستوسوما ميكونكي ديل هما انتستاينال شيستوزوما، ديل بيمشوا للامعاء. يبقى حيكون البراز اللي هو اللي في الدم مش البول، البيضة تطلع مع البراز. الشستوميزيس is transmitted by سيركاريا، مين اللي بينقل الشستوزوميزيس؟ مين الطور المعدي؟ هي السيركاريا، هي دي اللي بتطلع penetrating السكين
لما يكون الإنسان بيستحمى bathing washing clothes يستغسل ملابس fishing يصطاد or engage in agricultural work أو أي شيء زراعي or other activity involving contact with contaminated water يكون ماء فيه القواقع وفيها السركاريا تقوم تقد الجلد. الشيستوسوما كل واحدة من الشيستومات دي بتحتاج لها لقوقع من جنس معين مثل الهيماتوبيوم حقة البول هيماتوبيوم ريكويرز ليل اوف جينس بول بوليناس يعني حقة اليورين بول ليناس يعني يورين دي حقة اليورين. والشيستوما مانسوناي بايو فلاريا مانسوناي دي محتاجة لها لقوقع من الجنس بتاع بايو فلاريا بتاعت الجابان دي أونكو ميلينيا وأنكل أونكو ميلينيا أنكل ميلينيا requirement for transmission إيش يحتاج عشان يحصل الانتقال بتاع البلهارسيا contamination of water with viable eggs تكون الأرض الماء أصلا ملوث بالبويضات يعني إنسان تبول أو وسخ في الماء presence of water for snails الواتر ذاتها موجودة فيها قواقع human exposure to water containing infective stage to man in the circaria تكون اللي هي المويه ذات يكون فيها الانفكتيف ستيج الطور المعدي يعني الطور المعدي للبلهارسيزيس او الشستوميزيس مين هو اسمه مين سيركاريا. طيب بعد كده ما تدخل السيركاريا في الجلد دي عندها ثلاثة ستيج there are three stages of pathology للامراضيه ثلاثة مراحل stage of migration تهاجر وما تقول لحد ما تمشي في الدم كده دي لحد ما يحصلها maturation تنضج بعد كده تخط البيوض egg deposition and release بعدين tissue reaction to retain egg بعدين الأنسجة تتفاعل مع البيض stage of migration and maturation اللي هي المرحلة بتاعت migration والmaturation في خلال 24 ساعة من الانفكشن بيحصل irritation and skin rashes الحتة اللي بتدخل منها السركاريا دي بيحصل فيه حكة في الجلد وطفح اسمها السويمر رايتش يعني الحكة بتاعت السباحين ويوكيرز سايد اوف سيركاريال بنتريشن في المنطقة اللي بتدخل منها السركاريا سيلر انفلتريشن للانكس اكيوت هيباتايتس يحصل انفلتريشن تمشي للرئة والكبد يحصل فيها التهاب في الكبد وحرارة فيبر وارتكاريا ويزنوفيل تكون عالية The degree of ill health and serious complications that develop later in life are related to intensity and duration infection. أي شيء بيحصل بعد كده حسب فترة بقاء في جسم الإنسان. دي هنا السويمر راش. Egg deposition and release. المشاكل كلها بتحصل من البيوضات دي. Eggs escape from the body to enable the life cycle to be completed. يطلع على البيض عشان يخلي دورة الحياة تخلص. Passage through the bladder and penetration in the stoma hematobium cause terminal hematuria. البيضات دي تجي تمشي في البلادر مثانة والواحد لما يتبول في نهاية البول بيكون فيه دم بيسموه terminal hematuria. Dysuria يعني حرقان في البول. Dysuria يعني burning micturition. Frequency of urination بتبول كتير. وسوبرابيوبك بين وألم في المثانة. In stoma mansoni with japonicum the effect occur in the bowel giving rise to the abdominal pain يكون الألم بيحتي ألم في البطن وإسهال وبلط في الفيزيس يكون في البراز في ودم باثولوجي due to stomas the result of immunological response of the host to the parasite product أساسا الإمراضية اللي بتحصل من الاستوزوميزيس إيش تنتج من إيش التفاعل المناعي of the host للباراسايت برودكت المنتجات الباراسايت immunological process يعني تفاعل مناعي immunological process response immunological response استجابة مناعية of the host للباراسايت برودكت لمنتجات بقايا الباراسايت tissue reaction to resistant egg طيب التشو تفاعله مع البيض الاكس the serious effect of schistosomiasis mainly due to tissue reaction to retained egg أكثر شيء خطير من الشيستوميزيس تفاعل الأنسجة مع الاكس a destroyed eggs دي البيضات دي induce chronic inflammation and development of granuloma البيضات دي لما تتحطم تؤدي إنه يحصل granuloma في عدة أعضاء
الجرانيلوما دي فيها ابيثيليويد وجيان سيلز، خلايا كبيره ولمفوسايت سيلز وجونفيلز، كلها تترتب اراوند اوف اراوند ذا ايج. في حاله اليورينري شيزوماسيس، الشيزوما بتاعت البول دي، ات از ذا اكس اوف شيزوما هيماتوبيا، هيماتوبيا عشان هيماتوريا ان ذا تيشو، not the adult flux that stimulate host inflammatory response. مش الأدلت، هي الإكس هي المشكلة. That result in the clinical feature and damage to the bladder واليوريتر، الحالب والمثانة. Egg trapped in the wall of the bladder، الإكس دي تتمسك في جدار المثانة and surrounding tissue cause inflammatory reaction، والأنسجة حوالينا تعمل التهاب وتعمل جرانيولوما. السيستوما هيماتوبيا من مضاعفاتها تعمل سرطان في المثانة، سكوماس سيل كارسينوما. انتستان الشيستوزوميزيس اللي في حالة الإمعاء، انتستان التراكت كومبليكيشن ارايزنج فروم كرونيك انفكشن ار كوز باسيلوري رياكشن تو ذا ايج، نفس الشيء المضاعفات اللي تحصل في الإمعاء بسبب التفاعل الخلوي عن من الأنسجة بين الإيجز. مجموعة من الإكس تصل الليبر الكبد through the portal vein، تمشي عن طريق البورتال فين. In the liver reaction to the egg may eventually cause thickening of the portal vessels. في الكبد هناك اللي يتفاعلوا مع الإكس دي البيضات وتؤدي إلى إنه يحصل تضخم في البورتال فيزلز، تصير ضيقة وتسمى باسم clay pipe stem fibrosis. تعمل تليف اسمه كلي بايب ستيم فايبروزيس. جرانيولوما دي هي الجرانيولوما بتاع الشيستوما مانثوناي مان من ماندة حقة الانتستين. برولانج هيفي انفكشن كان ليد تو مارك انلارجمنت اوف ذا ليفر، لما يكون في انفكشن شديد بيؤدي لانه تضخم الكبد وتتليف ويحصل بورتال هايبرتنشن، ارتفاع في ضغط البورتال فين، والطحال يبقى انلارج سبلينومجالي. This from hematemesis can occur from ruptured esophageal pharynxes. يحصل الوفاة، نلقى إنهم هنا يبدأ الواحد يقولك يكح ويستفرغ دم، مع الكحة يطلع دم. مع الاستفراغ يطلع دم. hematemesis ليه؟ لأنه عنده esophageal pharynxes، يعني إيش؟ دوالي في المريء، فلما يستفرغ يكون في دم. هنا اللي مشوف ده عندهم دايلات، هنا دي اللي هم pharynxes يعني دوالي في الأوردة. ويحصل بورتال هايبرتنشن، ويحصل يعني نقول الاسوفاجيال فاريسيس حوالين المريء، تحصل دوالي يعني الاوريدي تتمدد بقوه وربشر تنفجر فتؤدي الى الهيماتيميسيز. اوكي.